تنشكروا رجال الامن اللي هو ولو ان هذا واجب في اطار الاختصاص ديالهم. رجال الامن الحمد لله ونشكروه تيكونوا يعني في المستوى بالنسبه للامن الوطني الداخلي، وكذلك بالنسبه لهذه الجريمه الشنعاء التي قام بها هذا المجرم، حيث انه يعني الضحيه حنان تم تركها في يعني في الطريق العمومي. وفي هذه اللحظه هذه يعني تمكنت المصالح الامنيه من العثور على الضحيه، وفي نفس الوقت من يعني العثور على المجرم، وذلك بفضل الحنكه ديال رجال الامن لهذا. ولهذا نشكرهم باعتبار انهم يخلقون الامن والطمأنينه والسكينه في المجتمع. ومن هذا المنبر هذا تنطالب المواطنين وكذلك جميع افراد المجتمع التعاون من اجل محاربه الجريمه والمجرمين، سواء من ناحيه الاستخبارات او من ناحيه الاخبار او من ناحيه التدخل على استطاعاتهم للحد من انتشار الجريمه في داخل مجتمعنا. في الحقيقه هذه الجريمه يرثى لها، ويجب على المتهم ان ياخذ العقوبه التي يستحقها. يجب ان القانون ان يطبق في حقه ليكون عبره بالنسبه لجميع الضحايا. وانا من هذا المنبر يعني تنبغي نقول واحد القضيه اخرى بالنسبه للناس للجمعيات ديال حقوق الانسان او الجمعيات ديال الذين يطالبون بالغاء عقوبه الاعدام. انا من الناحيه ديالي كرايي الشخصي يجب تطبيق عقوبه الاعدام على الذين يستحقونها. فالذي قتل ويعني ومثل واحرق هاد الجثه فيجب عليه ان ياخذ حقه وهو الاعدام. بالختام تنشكر المصالح الامنيه على القيام بواجبها، كما نشكر المواطنين الذين يساعدون رجال الامن حتى يتمكنوا من القاء القبض على المجرمين في اقرب وقت. وشكرا. الصراحه اش غنقول لك، الامن يعني دار خدمته تبارك الله عليهم. حنان هي راه اختنا وسميتو في الدم ديالنا، يعني راه اي واحد راه غادي سميتو غادي يهضر، اي واحد غادي، حيت كلنا المغاربه حرقنا قلبنا على حنان. طريقه بشعه بزاف، طريقه خايبه. هذا خاصو الاعدام، واخا حيدوا الاعدام في المغرب المهم على الاقل هذا خاصو المؤبد، هذا ما خاصوش يخرج باش يدير عبره لشي واحد اخرين. القضيه ديال حنان، القضيه ديال الاخرى، القضيه ديال هذا ديال ساره، القضيه ديال هذا اللي تحيدت ليه ودنو، القضيه ديال اللي الاستاذه اللي ماتت في سميتو حتى هي في السطات. انا راه هادشي بزاف بزاف بزاف. انا كمواطنه انها بقات فيها هذيك الانسانه، لانها بنت الوطن وبنت الشعب، وهذاك الانسان الله ياخذ فيه الحق، لان بنتنا وبنت الشعب كامل، وهما باغيين يهدموا هذا الوطن بهذاك الفاني اللي كيعطي وهذاك الشيء ديال الهضره وهذا الشيء. كنطلبوا من الله اللي ياخذ فيهم الحق هادو اللي كيدخلوا للبلاد ديالنا هذا الشيء. البوليس راه داير خدمته وكل شيء، ديال الامن راه داير خدمته، ولكن الناس ديالنا حتى هما خاصهم يحافظوا على الامن ديالنا. شفتها حتى هي بقات فيا لانها حتى هي بنتنا، والله ياخذ فيه حتى هو الحق. هادشي اللي كيدار من هادشي اللي كيشربوا واللي كيبلعوا هاد الولاد. هاد حنان اختي اش غنقول لك، انا ما كنعرفهاش، ولكن ملي شفتها كانها بنتي وقع لها هادشي، كانها بنتي اللي هي سميتها زينب وقع لها هادشي، لان حتى هي بنتي مادامت بنت واحد من المواطن راه حتى هي بنتنا. والله يرحمها، الله يرحمها، هادشي اللي كنطلب لها الله يرحمها، حد ليها العمر ديالها الله ياخذ فيه الحق. كيقول لك ما كايناش الخدمه، وهي راه ماشي ما كاينش الخدمه، ما كاينش الدراعات عندهم. حقيقه الافعال اللي ترتكبت في حق حنان مسائل مسيئه للمجتمع الدرجه الاولى، ومسيئه للعائله ديالها، ومسيئه حتى للمغرب ككل. وكنشكروا الناس ديال الامن اللي استطاعوا باش يضبطوا المجرمين، ونتمنوا على المحكمه حتى تاخذ نفس الاتجاه باش تعطيهم اقصى العقوبه اللي باش ترد الاعتبار لا للمغرب ولا للعائله ديالها ولا، لان هذه دارت واحد الفزاع في الساكنه وحركت المجتمع لا المدني ولا الغير المدني، ولات الناس دابا اطمئنوا انهم المجرمين تقبطوا، ونتمناو تكون عندهم عقوبه قد الافعال اللي ارتكبوها. داكشي مقزز، وداكشي كنتمناو على رب العالمين كان يخف الله ما نزل على العائله ديالها، لانهم المتضررين بالدرجه الاولى. اما المجتمع ما قبلش هذا، وهذه مساله دخيله على المجتمع ديالنا، ماشي من الشيم ديال المغاربه، وماشي كتسيء للمغرب ككل. المغرب مقبل ماشي في واحد الاتجاه اللي غادي الناس السياح يجيو له. وهذه مساله حتى وسائل التواصل الاجتماعي وداك الشيء حتى هي خصها تحاول تخفف من هذا، تخفف من هذا العيب، لان هادشي اللي كديرو خصها تخفف من هذا وتعتبر هذاك الشيء اللي ترتكب صوره انفراديه، عمل فردي، ماشي شي عمل اللي راه دابا الناس اللي كيسمعوا هذا الشيء كيقولوا راه المغرب كله غادي في هذا. اذا نتمنى على رب العالمين هاد الوسائل الاتصال الاخرى يخفوا من هاد ويخليوا العداله تاخذ المجرى ديالها في حق هاد المجرمين. البوليس داروا خدمتهم وشكرا، كنشكروهم اللي اولا خلصوا الناس من هذاك المخاض اللي كانوا، ربما المجرم يبقى مازال كيجري، ربما يلحق الناس اخرين ابرياء، ولكن دابا ملي تقبطوا مزيان راه مخفوا حتى اللعب على الساكنه وعلى المواطنين. احنا بغينا يدير اكثر من هكاك، حنا بغينا ماشي غير حنان اللي توقع لها هكا، ديك بنت الرباط، ديك اللي في سلا، الدريه اللي دار لها داك الطليق ديالها، يعني اي امراه متعرضه اكثر هي الاجرام. حنا بغينا اكثر، حنا بغينا ماشي غير اللي يشدوه ويعطوه واحد 3 سنين ولا 4 سنين ويخرج. حنا بغينا اللي تعدى على اي وحده، بغينا الاعدام، اعدام في اي واحد تعدى على شي مره. اولا ما بغيتش تعدى على، غيديرها امو، غيديرها اختو، غيديرها مرتو، غيديرها بنتو، يديروا في اي حاجه. ولكن هذا ما ديراش، ورغم هذا الشيء كامل خاصهم يشدوا مال المخدرات، هما اللي دايرين هكا، مال المخدرات هما اللي دايرين هكا، الحشيش، القرقوبي، الغبره، بزاف د الحوايج. تصيب دري صغير عنده 13 عام 14 عام تيتخرقب، راه ما يمكنش شي واحد غادي يقتل انسان هو ما داير والو. داروا تيسكون متخدر، راه متخدر، راه كما تيقولوا راه ماشي غير اول هادي اللي حرقها، راه فيتلح وحده من طروازيان، واخا تشد ها هو حنان شحال من جريمه وقعت من وراها، ياك تشد هذاك اللي بضوا اللي في الرباط، ديك اللي بسله، ياك هي تحرقات، ياك خطفوها من المحطه، دري هاي شرملها راجلها ما خايفش، هاي هادي هي وقعات. يعني ما بين حتى شي حاجه، غادي نكثروا في الاجرام. يعني بحال هذاك حنان اللي دار في نفس هذيك الطريقه اللي في الرباط، هذاك راه خاصو يتعدم بلا ما نتسناو الحكم ديالو، خاصو يتعدم كما يتشد يتعدم. المراه ولات معرضه تتخرجي خايفه، ما بقيتيش هزي معاك لا تليفون لا فلوس لا والو، ولا بالماطر تيطير لك وتيضربك، وسيري انت موتي، سير فين غتشديه. انا هاد السيد اللي دار هاد الجريمه فهاد السيده عقوبه، يعني الاعدام. انا نبغي ليه الاعدام، لحقاش هو راه عنده خواتاتو وعنده امو وعنده، كيف ما دار لهاد السيده راه ما يبغيش لخواتاتو ولا امو يوقع لهم. خاصو تا هو قبل ما يدير هاد الجريمه يفكر، ماشي غير هو، راه بزاف منه، بزاف من حنان، بزاف راه كاينين حنان، كاينه ساره، كاين بزاف البنات دازوا في هاد غير في هاد الفتره ديال هاد العام دازوا بزاف الكوارث، بزاف. وانا بغينا هاد الكوارث يتحدوا، لقاو لهم حل. بغينا الامن يكثر في البلاد، بغينا الحقوق ديال هاد الناس اللي كيوقع لهم هاد الشيء الجرائم، بغينا يلقاو لهم الحق ديالهم، بان هاد الناس اللي داروا لهم هاد الجريمه يلقاو العقوبه الحاده القصوى. السيد اللي يكون عنده حكم اعدام، بغينا ما بعيش بخير في الحبس، حتى هو يتعاقب، حتى هو ياخذ العقوبه ديالو في وسط الحبس. يعني بغينا هاد السيده يرجع لها حقها، ماشي غير هي، الجميع البنات والعيالات وكاع الولاد الصغار اللي تا هما والرجال، اي واحد طرات ليه شي مشكل بغينا السيد ولا هذا اللي دار ليها الجريمه يتعاقب. انا كنطالب، لان كنشوف فيها بنتي وكنشوف فيها اختي وكنشوف فيها حتى راسي انا، واخا كبيره تنشوف راسي. انا بغيتهم يحرقوه كيف ما تحرقات هي، باش يحس بجهنم على وجه الدنيا. شحال البنت شحال تكون كاع دارت في ملك الله، تياخذوا بنات الناس ويتعداو عليهم ويديروا لهم بحال هكاك، حرام. قالوا تشد، ولكن ما شفناش بعينينا، ما وراوش لينا، خاصهم يصوروه مشدود كي تصورات هي. علاش يدير لها مسكينه هكاك ويفضحها في وسط العالم؟ والله تيشوف والعب تيشوف. واخا يديروا ليه الحق هنا، ولكن الحق عند الله كبير، غتاخذ حقها منه عند سيدي ربي ووالديها. تا هو انا النظر ديالي بنتي هو يتحرق كيف ما تحرقت هي تحرقت هو باش يحس بجهنم اللي العافيه اللي يشعل فيها. ما عادش تشعلت راه شعلها فينا كاملين ماشي غير فيها هي. الله شاهد عليا الا بلي شتها طرفعت. الله هو اللي تيقبط الروح هو اللي خلقها يقبطها وعلاش العبد يديرها. الحمد لله حنايا البوليس الله يعاونهم ويكون معاهم.